في حال فقدان المستندات الخاصة بالسوريين على الأراضي المصرية، سواء جواز السفر، سواء البطاقة الصفراء، سواء الهوية أو أي مستند خاص بإثبات الشخصية، يعني هناك طريق متبع يمكن على سبيل الحصر، يعني هو تحرير مذكرة فقد بقسم الشرطة أو بالقسم التابع للشخص الذي فقد جواز سفره أو البطاقة الصفراء أو الهوية، سواء ممكن كمان يكون فقده مثلا في مكان بعيد عن مكان سكنه، فيحرر مذكرة الفقد دي في أقرب قسم شرطة فقد فيه هذه الهوية أو جواز السفر. الطريق المتبع في ذلك أولا مذكرة الفقد، تحرير مذكرة فقد بقسم الشرطة، ثم ختمها يتم ختمها بقسم الشرطة، وبعد ذلك يتم ختمها من مديرية الأمن التابع له قسم الشرطة، وبعد ذلك الشؤون الإدارية في العباسية، وبعد ذلك ختم الخارجية المصرية على مذكرة الفقد، ومن ثم ممكن يتوجه إلى السفارة السورية لاستخراج بدل فاقد لهذا المستند الذي فقده، أو إرساله إلى سوريا لاستخراج مثلا جواز سفر أو استخراج أي كان المستند الذي فقده. المهلة لاستخراج مذكرة الفقد في ذات اللحظة، يعني بنستخرج بنحرر مذكرة الفقد بقسم الشرطة وبناخدها واحنا واقفين، يعني ما بناخدش وقت خالص، يعني مجرد ختمها من الشرطة، ومديرية الأمن كذلك ما بناخدش أي وقت إطلاقا، يمكن الخارج وفي الشؤون الإدارية كمان ما بفيش وقت، يعني ممكن ربع ساعة كحد أقصى، والخارجية على حسب الزحمة هناك أو ما كانش فيه زحمة بناخدها وإحنا واقفين، يعني ما فيهاش وقت معين. الرسوم الخاصة بمذكرة الفقد أو تحرير مذكرة فقد هي رسوم بسيطة جدا، يعني في قسم الشرطة لا نتكلف عليها إطلاقا، في الخارجية المصرية تقريبا بتكون تكلفتها حوالي 11 جنيه مصري، كمان ما فيش تكاليف تانية، يعني هي لا تتعدى 20 جنيه كلها، يعني ما لهاش رسوم كبيرة. في حال فقدان البطاقة الصفراء الخاصة باللجوء يتم تحرير مذكرة فقد بقسم الشرطة، ويتم ختم مذكرة الفقد دي، ويذهب إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لاستخراج بدل فاقد من البطاقة التي فقدها.